اليوم إن شاء الله نبتدئ أول حلقات برنامج منابر العمارة، وعبارة عن مجموعة من النقاشات المعمارية من ضيوفنا المختصين في مجال المساجد. واليوم إن شاء الله نبتدئ أول يوم مسجد الأمير شكيب أرسلان من قبل مكتب ليفت بلبنان، ويمتلك المكتب المهندس مكرم القاضي وزياد جمال الدين، وسيدير الحوار أمين عام جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري النعيم، فليتفضل. أسعد الله مساءكم جميعاً ومرحباً بكم في يعني هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى. هذا أول لقاء لنا في رمضان، وإن كان اللقاء متأخر قليلاً إلا أنه أفضل أن نبدأ متأخراً من أن لا نبدأ أبداً. وأعتقد أن يعني البداية ستكون مع مسجد يعني متميز ومثير لكثير من الأسئلة، إضافة إلى يعني وجود يعني معماريين متميزين لهم يعني نظرة مختلفة ويفكران خارج الصندوق، وهذا هو المطلوب حقيقة. هدفنا حقيقة من هذه اللقاءات هو إثارة كثير من الأسئلة وكثير من الأفكار حول العمارة المسجدية المعاصرة. أنا طبعاً أعتذر منكم جميعاً، أنا في مكان شوية مزدحم لأني خارج السعودية، لكن حقيقة أثرت أني أكون معكم اليوم، ويعني وجدت أنه من الضرورة بمكان أن أنا أكون معكم. وتعرفون رمضان وقت صعب جداً، يعني لأنه حتى الآن لم يأتي وقت الإفطار، يعني لذلك يعني اعذروني على بعض الإزعاج اللي ممكن يحدث أثناء النقاش. يعني أنا سوف أتيح الفرصة يعني للمعماري مكرم والمعماري زياد أن يتحدثون عن مسجد شكيب أرسلان، بداية الفكرة، تطورها، رؤيتهم لهذا العمل المتميز والمثير. ويعني يعني أنا أتمنى حقيقة أن يعني كل يعني واحد من المشاركين الزميلين العزيزين أنهم يعني يتحدثان عن الأفكار الأساسية التي يعني هم يفكرون فيها من الناحية المعمارية بشكل عام، ثم ننتقل إلى المسجد بشكل خاص. فيعني دعونا نبدأ بالمعماري مكرم، ثم المعماري زياد، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نثير النقاش والحوار حول المسجد بكل تفاصيله. أتفضل يا يعني مكرم. شكرا دكتور مشاري، ورمضان كريم للجميع. نحن حضرنا برزنتيشن مثل تقديم يعني لشغلنا بال in general يعني بالمطلق، we're focusing in نرجع من نعمل حصريا على جامع المسجد الأمير شكيب أرسلان، وزياد رح يبلش بالمحاضرة. السلام عليكم، شكرا دكتور. إذا فيكم تعملوا لي شير سكرين، allowed شير سكرين، لأنه host disabled إذا ما في سؤالي. نحن أول شيء بنحب إنه نحيي ونعايد الجميع برمضان كريم، تقبل الله من الجميع اللي فطروا. ويمكن قبل ما نبلش مثل ما قال مكرم المحاضرة اليوم، بنحب انه نسرد عليكم يمكن بطريقة سريعة الأبحاث اللي نحن بنعملها عن تاريخ المسجد العماري، بعدين بنروح على شكيب أرسلان بالتحديد. بس ممكن اعمل انا هلا شير سكرين. اوكي يلا. كلكم شايفين السكرين تبعيتي؟ ايه اوكي، شكرا مكرم. شكرا كمان للجميع اللي حاضرين اليوم. في البدايه يمكن بنحب نحكي شوي عن البحث عن المسجد اللي نحن عاده بناخده، وعم نحكي نحن ابتداء بالتحديد بالتدريس بجامعات بامريكا، منها ييل يونيفرسيتي ام اي تي،
حاليا نحن بنعلم بكولومبيا يونيفرسيتي وما كان بيعلم بأمريكان يونيفرسيتي اوف بيروت، وبنعلم تقريبا كيفية تصميم الجامع الحديث او الجامع المستقبل او الجامع العصر ال21 وما هي متطلباته. اللي عم تشوفوه هون هلا على السكرين هو بس مثل كتيب ملخص يحتوي على افكار التلاميذ يلي نحن حطيناها، يعني افكار التلاميذ الجديده عن الجوامع. بس يمكن بدي اقوله انه البحث عفوا بس لانه عم يجيني كثير انوتيشن انه اي هاف تو ادميت بيبل بقلب اللكتشر، بوقف وادو ادميت او في حدا ثاني مسؤول عنا كرمال ما مهندس زياد لو في امكانيه بس تعطي حساب الجائزه كو هوست بحيث انهم يعطيهم الادميت ويمكنك الاكمال. نعم اوكي، يمكن ساعتها لازم اوقف شوي الشيرد سكرين لاقدر اعمل هالشيء. عم تعطيني اوبشن اعمل ميك هوست مش ميك كو هوست. اعمل ميك هوست لحساب الجائزه وهم حيعملوا لك كو هوست. لحساب الجائزه عفوا. اوكي حساب الجائزه. نعم اوكي اوكي عملت هوست. اذا ممكن هلا تعملوا لي اكسس لاقدر اعمل شير سكرين اذا ما في سؤال. They're gonna make you co-host, I think. Okay. Okay. بعدني ما قادر أعمل share. طيب الآن نحن حنعملك host مهندس زياد. ما مشكلة أنا بعمل أدمت بس يمكن بدي يصير وقف شوي هذا إذا هذا هو الطريقة الوحيدة لنحلها. كمان ما نأخر على المشاهدين. بعدني ما قادر أعمل. الآن أنت هوست مهندس زياد. شكرا. أوكي شكرا شكرا. أوكي. رايت. أوكي. طب خليني بس أرجع على شوي لورا كرمال ما نبلش بطريقة سموث بدون انتربشن. سو نحن مثل ما كنت عم أقول إنه في البداية البحث عن المسجد ابتدأ بالتدريس بجامعات بأمريكا مختلفة، وهي تقريبا كيفية تصميم الجامع الحديث في العصر ال21. هذا الكتاب اللي عم تشوفه هو يحتوي على أفكار جديدة للجامع طبعا أنتجتها التلاميذ. من ثم البحث أخذ طرق مختلفة، يمكن تحديدا هو رسم هذه الخريطة اللي هي بتحتوي بنفسها خطط تطور الجامع على مدة 1400 سنة منذ الجامع الذي يسمى الجامع المبكر أو The Early Mosque اللي هو مصمم حول الصحن وقاعدة الأعمدة، إلى الجامع العثماني وقبته الكبيرة وما بينهما، إلى طبعاً الجامع الحديث في المدينة الحديثة. واللي نحن تعلمناه تنقول من هذا البحث هو أنه لا يوجد طابع جامع أو مسجد وحيد أو موحد، وأن تاريخ العمارة الإسلامية هو طبعاً تاريخ غني كتير، وهو تاريخ تطور متداوم ومتراكم، خلق جوامع جديدة تتجاوب في كل حين مع المطالب الروحية الاجتماعية والبيئية التي خلقت فيها. خليني نمشي هذا الفيديو. كما ترون يعني في هذا الفيديو هناك في البدايات علاقة حميمة بين الجامع ومحيطه، هو محيط عمراني مدني أو طبيعي، إلى وصولنا يعني تدريجياً إلى العصر الحديث، حيث الجامع بدأ يبتعد، ويمكن بسبب الطرقات الحديثة بسبب التنظيم المدني الحديث بدأ يبتعد عن محيطه، يعني ليبقى كائنا قائم بذاته غير متصل في المجتمع وفي البيئة حواليه كما كان في السابق. Thank
وهذا البحث يعني من ثم تم عرضه في عدة معارض عالمية ابتداء من أوسلو أركيتكتشر ترينالي سنة 2017، حيث وضعت يعني هذه الخريطة على الطاولة منخفضة، إلى عرضه يعني في معرض للفن في إسطنبول هون سنة 2018 مجسدا في هذه الستارة الدائرية يعني بشكل الديوراما. وكمان بالمعرض أضفنا أو صممنا مسجد صغير في قلب المعرض اللي هو يحتوي على تفسير كيفية الصلاة. وأخيرا في سنة 2019 صممنا فكرة جديدة لتصحيح جامع الشارقة في معرض شارجة أركيتكتشر ترينالي. عفوا بعده عم يجيني بس أدمت. وهي يعني الفكرة الرئيسية اللي اتخذناها بهذا المعرض هو أن المدينة الإسلامية المتحدثة أو المتغربة يعني كالشارقة أو غيرها قد فقدت كثافتها العمرانية المظللة يعني مع التطور المدني وهو المطابق للمدينة في الغرب. وفكرتنا الأساسية اللي هي سميناها The Right to Shade أو حق للظل بنيت على تصميم هيكل للتظليل لتظليل صحن الجامع، حيث الصحن يمكنه الآن أن يتداول يعني دور روحي وبيئي بنفس الوقت من خلال ربط مشتل للأشجار في أرض الصلاة في الصحن. هذا الفيديو بطريقة سريعة بيوصل يعني بيصور تغيير الظل من خلال النهار ومواسم السنة، وتغيير الدور الاجتماعي البيئي والتنظيم الديني من خلال رسم خطوط الصلاة من الظل. يعني فما ترونه هنا هو صلاة الجمعة إلى إفطار الفقراء في شهر رمضان المبارك، حلقات الدينية التي تتبعها إلى العمل يعني في المشتل من خلال النهار. صممنا ونفذنا جامع شكيب أرسلان في سنة 2016 في منطقة ريفية بجبل لبنان اللي هي اسمها المختارة. طبعا تصميم الجامع بيتحلى بعدة أفكار ومواصفات، أولها أنه الجامع بشكله الحديث بجرب أنه يدمج بين التاريخ والحداثة، بين الجديد والقديم، باستعمال مادة عمارية حديثة اللي هي الحديد الصلب أو ودمجة مع البناء التاريخي الحجري اللي هو موجود على هذا الموقع. فالعمارة هي بالنسبة لنا بهذه الحالة هي تكملة ولا تتناقض لتاريخ العمارة الإسلامية، يعني كما أظهر هذا البحث الذي فاجأته من يعني هذا البحث بتاريخ العمارة الإسلامية. وهذه فكرة بتتحدى هذا التناقض بين الإسلام والحداثة، واللي هي سردية معترف عليها بشكل عام وجاية بالغرب بالإجمال، مسرودة من مستشرقين أو مؤرخين متأثرين بالاستشراق اللي هو طبعا وصفه وانتقده لأن الدكتور الجامع السابق دوار سعيد. هون كلمة الإنسان والله اللي هي منسوجتان بالهيكل المعماري تبني على فكرة الهيومانيزم أو الأنسنة الموجودة بالفكر الإسلامي، واللي هي أثرت على التنوير في الغرب في القرن 18 مثل ما قالنا المفكر الدراسات الإسلامية محمد عركون، ومن وراها أفكار الحداثة المتداولة اليوم. وهون بهذه الصورة بنشوف كلمة الإنسان وتأثيرها على الضوء والظل في ساحة المسجد وبمكان الوضوء محددا. الفكرة الثانية الرئيسية اللي يمكن أثرت على عمارة الجامع هي طبعا كونه موجود بمنطقة ريفية طبيعية كمان بتتحلى بعدة طوائف وثقافات لبنانية. فالسؤال اللي طرحناه على حالنا هو كيف هذا الجامع بيقدر أنه يفتح أبوابه وفضائه لهالتعدد الثقافي والطائفي، وبنفس الوقت بيسمح طبعا للطائفة الإسلامية لأداء الصلاة في داخله. وجوابنا على هذا السؤال هو تصميم هيكل جديد منفتح ومنغلق بنفس الوقت، شفاف ومتصل بالطبيعة حواليه، بيخلق عدة ساحات بيخلق عدة ساحات وأماكن للتجمع وللصلاة بنفس الوقت، لشرب المياه العذباء من بركته وللوضوء بنفس الوقت. إلى هي هذه البركة متصلة بقناة موجودة
قناة طبيعية موجودة حد الجامع. عفوا في حدا فتح الفيديو الاوديو تبعي. يعني إلى تصميم سطح مفتوح للجمهور العام اللي هو بيطل على هول المناظر الجبلية اللبنانية اللي نحن عم نحاول نقول هي المناخ هو هذا بالذات اللي هو حاوي على هذا التعدد الثقافي والتاريخي بهذه الجغرافيا. الفكرة الثالثة والأخيرة اللي بحب أحكي عنها هو خلق جوف وفضاء داخلي بعدة مواصفات روحية. مهندس زياد أولاً أعتذر المقاطعة. نعم أعتذر المقاطعة. نامل من الجميع وضع ميوت في تداخل في الأصوات. صح. بينهما زرعا لو يا عبد الرحمن انت اللي تعمل ميوت احسن يا. شكرا شكرا جميعا. سو الفكره الاولى هي طبعا اعاده ترميه العقد المعماري التاريخي اللي هو موجود على هذا الموقع كحفاظ على التاريخ البناء التاريخي في لبنان. هذه صورة قبل وبعد الترميم. الفكرة الثانية هي فتح منور في سقف العقد يلي هو بيسمح لجلب أشعة الشمس المتحركة ويلي هي بتمثل طبعاً مضير الوقت من خلال النهار مع تغيير أوقات الصلاة. هذا المنور كمان بيسمح للتهوية الطبيعية للمسجد وبنفس الوقت لرؤية المأذنة من داخله. الفكرة الثالثة هي تصميم سجادة للصلاة اللي هي جديدة اللي هي بتعبر شكلياً وبصرياً عن صوت أذان الصلاة. وأخيراً تصميم محراب جديد اللي هو طبعاً وظيفته الأساسية الإشارة إلى مكة بس مع المادة اللي نحن استعملناها لبنائه اللي هي The Polished Stainless Steel بصير مثل مرآة تعكس وتجلب هذا المناخ الطبيعي بطريقة طبعاً متجردة إلى قلب المسجد. وشكراً. هذه تقريباً 10 دقائق مثل ما طلبنا منها. أنا بعتذر من توقيف بس كان عم يجيني كثير أدمت بنص الجملة وبنص السلايد ما بتخليني نط من سلايد لسلايد وانا هاد تو أدمت بيرسون. سو نعتذر من هذا التأثير. أبدا نعتذر على الإشكالية هذه. دكتور مشاري تفضل. أيوة مهندس مكرم. نعم. يمكنك الآن البدء. تفضل. سوري البدء بشو؟ في تجربتكم في أثناء البناء الخاصة بالمسجد. أنتم طرحتوا علينا الآن مجموعة من الصور الخاصة بالمشروع بدءا من الموقع والتحديات اللي واجهتوها أيضا من ضمنها الموقع في قرية المختارة. اللي نحن نعرفه أنه المسجد موجود أو عبارة كان مبنى قديم هو عبارة عن قصر في المنطقة. إيش هي التحديات اللي واجهتوها أثناء تصميمكم للمسجد وتحويله أو القاعة اللي كانت موجودة في القصر إلى مصلى أو مسجد؟ بالحقيقة كانت التحدي الأكبر كان أنه عم نعمل عمارة بمحيط لا يتواجد فيه مصلين يعني من ضمن الضيعة. ضيعة المختارة فيها أكترية مسيحية ودرزية وهذا مسجد للطائفة السنية. So it was a challenge. تحدي كان إنه كيف نقدر نعطي طابع مسجد يكون ساحة تلاقي لكل الدين مش بس للطائفة السنية. So هذا كان التحدي باستعمالنا للغة التجردية المتجردة بعمارة المسجد
لغة تحاكي جميع الديانات، بس بطبيعة الحال كمان موجهة خصيصاً لتفسير عمارة الإسلامية المتجددة. قدرنا نمازج بهالطريقة للمصلين المسلمين، بنفس الوقت تكون متفتحة للبيئة المحيطة لها من مختلف الديانات. هذا بعتقد التحدي الأساسي كان لعمارة المسجد. خليني أسألك يا مهندس مكرم، يعني المسجد يعني يحمل قيم رمزية كثيرة، بدءا من يعني التحويل يعني مبنى تاريخي إلى قاعة للصلاة إلى مسجد، ويعني قدرة التصميم يعني على يعني بحث هذه الرسالة، على إرسال هذه الرسالة بإضافات محدودة، يعني الإضافات لم تكن إضافات جوهرية على المبنى، وإن كان هناك في بعض العمل اللي يعني تقريبا مثل فتحة السقف اللي أضيفت وإعادة توجيه المبنى بحيث أنه يكون باتجاه القبلة، لكن بشكل عام الإضافات كانت إضافات يعني تحدث نوع من التباين، نوع من الكونتراست، لكن الكونتراست اللي يضيف يعني طبقة رمزية على المبنى. يعني ودي أنك تتكلم يعني عن هذا الجانب وعن التصور، يعني ما قبل التصميم، ما قبل التفكير في الفكرة، ولماذا فكرت في يعني كثير حقيقة من المصممين عندما يقومون بتصميم أو إعادة توظيف مبنى تاريخي، يعني عادة يعني للأسف الشديد يعني تكون الإضافة إضافة يعني مفروضة على المبنى وليست إضافة يعني متوازية مع المبنى التاريخي. أنا أعتقد أنه من وجهة نظري الشخصية أن الإضافة اللي أضفتوها على المبنى هي إضافة متوازية على المبنى التاريخي، ما تتحدى المبنى التاريخي ولا تلغيه. أودي نحن يعني نتكلم عن هذا الجانب، وكيف ممكن يعني يضيف إلى العمارة المسجدية في المستقبل. يعني في جواب بعدة سبل. أول شيء نحن من خلال دراستنا لتاريخ العمارة الإسلامية لاحظنا إنه الديانة الإسلامية بالمطلق هي bottom heavy religion، يعني فيها شباب أكثر بكثير من ما فيها elderly أو كبار السن. من هالمنطلق لاحظنا إنه على عكس هالأكثرية الشبابية بالدين الإسلامي، هندسة العمارة الإسلامية بالقرن يعني اللي هلا عم نعيشه بالقرن المعاصر، يعني ما doesn't reflect، يعني ما بتجسد هالروح الشبابية بالدين الإسلامية. بالعكس عم نشوف specifically ببيروت أو بعدة مناطق مثل الجامع اللي عمره أردوغان بغرب إسطنبول أو الجوامع عم نشوفها بأوروبا أو وين ما كان، عم بيجربوا يرجعوا يعيدوا تكرار للقيم أو الهندسية أو العمارة الإسلامية اللي شفناها بالأطمن أو بالإمبراطورية بالخلافة العثمانية. ما كان فيها التجديد اللي شفناه بالسبعينات وبالستينات من هالقرن، وتكانت السياسة الإسلامية in general بالمطلق منفتحة أكثر. So it was a paradox لقلنا، يعني غريبة قصة إنه فيها شباب أكثر، بس التجدد إعادة هيكلة العمارة الإسلامية ما عم نشهدها. So هيدي أول ملاحظة كانت. يعني من ناحية تفكيرنا كمان بالمسجد كتفسير لإله والجامع specifically، يعني if we translate the word mosque، إذا منترجم كلمة mosque للعربي فيها تكون يا مسجد أو جامع. الجامع باللغة العربية الذي يجمع، يعني الفانكشن تبع الهيكل المعماري كان بيوند الاركتكتشرال سيجنيفيكانس، بس يعني كان في يجمع المسجد يعني الجامع كان يجمع صرح ثقافي، صرح جامعي، مستشفيات، حمام. سو عندك ديفرنت ارتكوليشن او ديفرنت انتربريتيشن of the architecture. مثلاً بتركيا جامع رستم باشا
بتفوت through the commercial أم ضمن الـ 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 النسيج التجاري وبتطلع بالجامعة. So فيها الـ interesting notion of hybridity أو بسموها بالعربي التمازج يعني بالfunctions بين السجود وبين other activities. So هذه كانت interesting idea لقلنا أنه نقدر نشوف الجامعة ك living organism ك يعني ذو طابع متغير متحول يعني منه شيء fixed منه شيء rigid منه شيء جامد بالعكس شيء نقدر نشتغل معه خصوصا أنه بالنسبة لقلنا بالقرآن وبالحديث ما في شيء بيقول لك شو لازم يكون الجامع. So it's something that is inherited كإرث أو كعرف rather than something that is مكتوب أو جامد. من هالناحية كانت الفكرة أنه بتصميمنا للجامع نقدر يعني نرجع ضمن أطر التاريخية لعمارة المساجد نقدر نطور فيها بدون ما نكسر مع التراكم الحضاري اللي ورثناه نحن نعتبر حالنا نحن انه ما عم نبلش من الصفر اكيد بس عم نقدر ناخذ هالارث التاريخي ونقدر نطوره بطريقه ما ضروري للاحسن ما ضروري للاسوء بس بطريقه نقدر نتعلم منه ونقدر يعني نبرهن انه في طرق تانية لمعالجه البوليميك اوف بيلدينج اند اركيتكتشر ان ذا 21st سنتري ريليجيوس اركيتكتشر. سو من هالناحيه يعني طبقنا مثلا ما لغينا فكره المأذنه ما لغينا فكره الكاليغرافي بس رجعنا طبقناهم بطريقه نقدر تو ري انتربريت ذم نقدر نقراهم بطريقه متجدده. من هالناحيه بنشوف كثير ابستراكشن اون وان هاند بنفس الوقت يعني خلقنا مصطلحات جديده او تفسير جديد للمصطلحات القديمه. يمكن اذا في زيدي اللي عم بقوله مكرم انه نحن نظرتنا للجامع انه منه مبنى تاريخي هو طبعا تاريخي بس منه عايش بس بالماضي هو عم يتطور مثل ما مكرم عم بيقول ووظيفته عم تكون على طول متحركه عم تجرب تتجاوب للمحيط تبعها الجديد. بقى نحن بالنسبه لنا المسجد المختار هو يونيك لهذا الموقع لهذه الطبيعه لهذا المناخ لهول المجتمعات اللي عايشين حواليه ما في انعاد يعني بغير محل. وهذه بتصور كل المساجد تطورت مبنئياً على طلعت من محيطها ومن العالم اللي عايشين فيها تتجاوب لهدول المعطيات. طيب أنا الحقيقة يعني ما زلت أشوف الجانب الرمزي الحقيقة جانب مؤثر يعني وبتميزه وخصوصاً يعني خلينا أرجع وأتكلم عن الكاليغرافي يعني الكاليغرافي اللي عمل وكلمة الله والإنسان يعني وطبعا معروف أن المسجد هو علاقة يعني وثيقة بين الله يعني هو علاقة وثيقة جدا بين الله والإنسان. لكن يعني لما وضعت في التصميم عندكم وفكرتوا فيها يعني وش كان التصور وش كان الهدف يعني أكيد أن الكاليغرافي والجزء من ثقافة العمارة في الحضارة الإسلامية ولكن كيف ممكن يعني أنت تعبر أفكاركم أوكي تعبر أفكاركم عن هذه الرمزية من خلال هذا الكاليغرافي. اوكي if you don't mind دكتور مشاري عم يطلبوا منا نحكي بالانجليزي كمان I'm going to try to rephrase the question in English because some of the speakers some of the people watching don't speak Arabic. Dr. Mashari was asking about the symbolism in our introduction of the word insan or human in the structure of the mosque. Besides the calligraphic kind of interpretation for us, it was interesting. I mean, I'll talk about the calligraphy first and then jump into the symbolism of it. The calligraphic notion or aspect of it was derived from the fact that we wanted an interpretation of the calligraphy that is not two-dimensional, that is not painted on the walls of mosques usually,
but to act in its ability to reinforce the structure. So it becomes an integral part of the structure of the mosque per se, to the point where if one removes it, it will affect the structural integrity of the mosque. So this is, on one hand, it becomes symbolic, but also a very functional in that aspect. On the symbolic level, as Ziad mentioned, the idea, the interpretation, or the inspiration for us was the book Al-Ansana wal-Islam, or Humanism and Islam, in which Dr. Arkoun kind of subverts the notion that modernity and Islam are mutually exclusive. And on the contrary, he proves through a series of facts that the Enlightenment project, the European 18th century Enlightenment project, was derived mostly from the humanism of Islam. So for us to introduce the word insan in the structure of the mosque was a kind of a reference to that aspect. Besides the fact that for us, I mean, and through a series of readings that we've done, this relationship between man or a man, I mean, I'm saying a man in the capital M, not in the genderia or in the kind of gender notion of man, but the idea of this relationship with God, at the end of the day, there's a kind of a mutual, if not symmetrical, but mutual relationship between God and the people who are serving God. So this relationship is kind of mutually, kind of a double-sided road, in the sense that we are in the worship of God, and God in return is giving us self kind of fulfillment and spirituality and all the other aspects that help us also. So we are in service of God, but in a sense, God is providing a service for us also. So there's this mutual, but not necessarily equal relationship between the kind of people who are worshiping in the mosque and the people and God who are they are worshiping. So this is kind of interesting vertical relationship. And I think Dr. Wael Samhouri kind of had a very interesting input on it, in the sense that a lot of mosques typologies are questioning the horizontal relationship between the worshippers kind of the form of the architectural form. We were able to, with this introduction of the word insan, to kind of, not to question, but to kind of highlight the vertical dimension between the worshippers and God. So this was very interesting for us. Maybe just to add very quickly, this idea of Makram mentioned conflating ornament with structure sounds like a new idea, but actually it does belong to this longer history of Islamic architecture. If you think of the Muqarnas, the way it's articulate, the squinch as it meets the dome and the cube, it's a structural feature, but also it has an ornamental dimension to it. So I think the idea of insan Allah integrated very much follows this tradition. Very specific to Islamic architecture, comparing to, let's say, Gothic architecture of that period, of earlier, later period, etc. يعني معليش أنا أحيانا أنسى السماعة مفتوحة يعني أعذروني شوية في لكن حقيقة يعني التساؤل اللي عندي أنتم تلاحظون مثلا المهندس مكرم المعماري مكرم ذكر أنه العمارة المسجدية بشكل عام تتجه إلى يعني إعادة إنتاج التاريخ. وطبعا إعادة إنتاج التاريخ يعني فيه من ضمن المساوئ اللي يعني ينتجها إعادة إنتاج التاريخ هو الإضرار بالمباني التاريخية الرمزية، يعني القيمة التاريخية للمباني الأصيلة الأوثنتيك يعني تتضرر وتصبح أقل يعني أهمية، خصوصا في نظر العام، يمكن يعني نظر المتخصصين تظل قيمتها محفوظة. لكن عندما تعيد تستمر في إعادة إنتاج الأشكال التاريخية في الوقت المعاصر، يعني أصالة وندرة هذه الأشكال التاريخية تصبح مبتذلة. فأنا ودي أنكم تعلقون على هذه النقطة، يعني لأنه
التوجه اللي انت يعني حاولتوا انكم تقدمونه شويه مختلف، مع انه يعني تعاملكم كان مع مبنى تاريخي قائم، ويمكن هذا طبعا اتجاه معروف الان يعني في العماره، يمكن من يعني المحاوله التي قام بها ايام بي في اللوف في يعني نهايه السبعينات او منتصف السبعينات، وعندما عمل يعني نوع من الكونتراستينج مع المباني التاريخيه. لكن الحديث حقيقه يحمل شقين. الشق الاول هو اعاده انتاج المباني التاريخيه، ويعني التي تؤدي الذي يؤدي في نهايه الامر الى تقليل يعني ندرتها وتميزها واهميتها، حيث اصبحت هناك ريبليكا، نوع من الاستنساخ لهذه المباني، فقيمتها حقيقة تقل بشكل كبير. الأمر الآخر هو التعامل مع المباني التاريخية مباشرة، خصوصا في العمارة المسجدية. يعني كيف هل ممكن مثلا في المستقبل عندما نريد أن نعمل يعني إضافة لمسجد مثل المسجد الأزهر أو مسجد من المساجد التاريخية، نضيف مبنى زجاجي ومختلف كليا عن المبنى التاريخي، أو يعني الآن عندنا بعض الحالات الحقيقة في السعودية يعني عمل تطوير لبعض المباني ذات الصفة التاريخية، ولكن التوجه هو إعادة إنتاج المبنى التاريخي إلى درجة أنه لا يوجد هناك فرق بين الجزء الجديد والجزء التاريخي. فأعتقد أنه هذه المدرسة وهذه الأفكار تحتاج إلى حوار، خصوصا يعني في لقائنا اليوم. يعني في كمان أنا it's very interesting point دكتور مشاري، لأنه I think but I can maybe we cannot answer in general because it has to be case by case. يعني إنه الجامعة نحن اللي عملناه أو المسجد اللي عملناه specifically بهذا الكونتكست relationship أو ال ما بدي أقول solution لأنه ما إنه حل هو، بس إنه approach المقاربة أو approach that we had to it might differ. أكيد it will differ إذا عم نعمل extension أو بcontext الجامع الأزهر أو another context. So من هالناحية إيه يعني نحنا اشتغلنا أنا وزياد 5 سنين عند ستيفن هول بأمريكا، and he had the approach، كان عنده كمان مقاربة very interesting to renovation projects، and he labeled the term complementary contrast، يعني تضارب بدون ما يكون يعني بنفس الوقت متمازج مع القديم. سوري بسرعه يا رغد. so complementary contrast in the sense that it is complementing the old but not contrasting with it also and in a sense when you have something that is in juxtaposition with something that is a little bit different and each one kind of true to his or her own time the value of both gets enriched from the presence of the other one next to it. So من هالناحية as long as عم المقاربة عم بتكون ethically architecturally ethically coordinated في بكون إغناء لل أو enrichment لإيذر and both of the new and the old. هو يمكن الموقف الثاني ما أعرف إذا لازم نحكي بالعربي والإنجليزي، هو إنه موقفنا نحن تجاه مثلا جامع الأزهر انه منه مصنف كجامع جامد، هو مزهر الازهر تطور عبر التاريخ وتغير عده مرات وكبر واتجاه مكه تصلح مع الوقت ونزيد عليه بروجرام جديد مثل مدارس وحمامات اكسترا. سو هو يعني بما انه الجامع متطور دائما ما في مشكل انه نضلنا عم نطوره. طبعا التطور بيعتمد بالتوقيت اللي عم يتطور فيه، بالحرف الموجوده، بالماتيريال الموجوده اذا كانت لوكال ولا جلوبال، بالعاملين اللي عم يشتغلوا بهذا الوقت. سو التطور يعني على طول is gonna reflect the place the infrastructure الموجودة، إذا كانت حديد ولا حجر هذا السؤال بصير بيعتمد على هذا على هذا التفصيل. يعني في حدا mentioned آيا صوفيا اللي هو example كتير
مظبوط كمان من ناحية تطوره عبر السنين وتدعيمه، لأنه كانت الدوم ويك 8 بوينت، ظلت يدعم معمار سنان دعم الدوم وغير الشكل المبنى بشكل عام وصار جامع، رجع صار متحف بالأوائل last century وهلأ رجع جامع. سو في تطور متداول. يعني مهندس سياد، يعني أنت ترى أنه المفروض أن التطور والإدارات تعكس روح العصر يعني والتقنيات وتعكس النوها المتجددة، وليس بالضرورة أن تغوص في الجانب التاريخي وتحاول أن تستعيد الروح التاريخية التي عليها المبنى أو المسجد نفسه. يعني أعتقد طبعا. أنه لو حاولنا أن نضع هذه التصورات في يعني قالب ماهية مسجد المستقبل، إذا ما أردنا أن نبحث في مسجد المستقبل، إذا كنت أنا أعتبر مثلا مسجد شكيب أرسلان يحاول أن يقدم رسائل لمسجد المستقبل، ماذا يجب على المعماريين أن يفكروا فيه؟ ماذا يجب على المصممين وحتى المتبرعين ببناء مساجد وحتى يعني الحرفيين؟ يعني بدون شك أن احنا نفخر بيعني المحافظة على كثير من الحرف التاريخية، لكن هذه الحرف التاريخية يفترض أنها يعني تساهم في الحفاظ على المباني التاريخية وليس على يعني وليس في استنساخ مباني معاصرة يعني تشابه وتكرر المباني التاريخية. أنا أريد الحقيقة أن نثير نقاش حول مسجد المستقبل وفي ضوء هذا النقاش وهذا الحوار. يعني I can add two things, Dr. Mashari, on the idea of the future mosque. Specifically, two aspects that we kind of did in our design for Masjid Al-Amir Shakib Arslan is not necessarily, you know, we did not reinvent the wheel in terms of, let's say, ecology or sustainability. On the contrary, by looking backwards to the way water was incorporated in the palace next door, or the way the thick walls of the mosque were helping to mitigate the heat of the summer heat. So these are ecological aspects that historically were done, and now we're going back to them in the 21st century with all the green talk and kind of the future of the mosque being this green future. This is something that is not anywhere, this is not something new in the way that the historical mosque was built. So I think it's kind of part of looking to the mosque of the future is unraveling or rediscovering things that were done properly in the past without taking them purely on a stylistic, but more on performative and more on kind of a new way to look at them, but not necessarily reinventing everything at all the same time. Yeah, if I can add to this, I agree 100%. And maybe I would add that to design the future mosque, we have to relearn the historical mosque, because now we know of the historical mosque as belonging to specific periods and style and patrons and regions. And if we relearn them in the way Makram described as performative piece of architecture. Yani in the research we did, we talked about the integration of the mosque with the urban fabric and the density it creates and the shade that the sahan creates, but and the social cohesion it creates, but also the integration with the natural environment. Yeah, there are many mosques in many part of the kind of arid environment where it also has these water system built into it. It collects water, it saves water for people to use it in the wudu and for people to drink from it. So as we talk about water scarcity and climate change in the 21st century, these are tools and intelligence that exist for us to learn from, and of course to add to and to kind of add a new technology and develop it further. But there's also there are already things that we need to learn. This water cistern is not just an infrastructure project. It's an infrastructure project that has a community taking care of it, cleaning it, making sure the water is always clean and potable, etc. So this is, again, Yani, this is something that Ziad is doing at Columbia University, again, it's kind of to relearn the history of the mosque, because the mosque, the history of the mosque that we had learned is all in a kind of inherited from kind of scholars that were looking just at the stylistic history of the mosque. And I think the mosque goes way beyond
form. Of course, form is important, and kind of this research is kind of research that needs to be continued. But I think there's new aspects to unravel from that history in terms of different ways to look at it. Yeah, I think what Makram is also saying is that the history of the survey book that describes sort of the evolution of the mosque has been written by Western scholars and archaeologists and architects who came, you know, to the East and drew these buildings, and they put them in a certain sequence, and they said, this is Mamluk now, this is Umayyad, etc., and they cannot overlap. But we know that there are mosques that started in one period and ended in another, and then kept on transforming and adapting and increasing in size. And sometimes when it wasn't needed, they left it fall apart and they built a new mosque where it is needed. So the history, again, has to be rewritten in a way, or we have to unlearn what we already know about the mosque in order to think, I think, in a much more productive way about the future. Of course, climate change is the biggest point, biggest, let's say, criteria that we have to deal with, if you just want to take it in a more general sense. يعني بصراحة يعني هذا one of our main goal in عبد اللطيف الفوزان award for mosque architecture, يعني أنه الحقيقة أن نحن نعيد كتابة تاريخ المسجد, نركز على الجوانب. عندنا خمس تقريبا جوانب مهمة جدا. الواحدة منها الحقيقة اللي أنت تكلمت عنها, فكرة الـ يعني الووتر, فكرة الفنتليشن, فكرة الأكوستيكس, الجوانب التكنولوجي والمرتبطة بالديلي يوز حق المسجد. لكن كذلك احنا مهتمين حقيقة بالانتجريشن, الأربن انتجريشن, ويعني الدلالات اللي يحدثها الأورينتيشن within الأربن يعني كونتكست, والإضافة إلى يعني الجوانب المرتبطة بالفاسيلتيز والجوانب السلوكية, أسلوب الاستخدام وغيره. فالمسجد ليس فقط شكل, ليس فقط ستايل, ليس فقط تكنولوجي, هو مجموعة كبيرة من القضايا المترابطة التي يعني تؤسس وتعكس أنماط الحياة كذلك. حقيقة أنا سوف أفتح الحوار بالنسبة للجمهور, فيعني يمكن عبد الرحمن أنت عندك سؤال من لأحد الحاضرين, لو يعني طرحت السؤال, وبعد كذا أتمنى الحقيقة اللي عنده سؤال ممكن يرفع يده يعني حتى نستطيع يعني نتيح الفرصة لمن يريد أن يشارك في هذا الحوار. يعطيكم العافية على المشاركة مهندس مكرم, مهندس زياد. السؤال الأول اللي طرح كان أحد الحضور يستفسر, ما العلاقة بالخط وبالتحديد مع الآية المستخدمة في المحراب واختيارها, وكيف تم اختيارها وتصميمها, وهل اختيارها كان مرتبط بسياق المسجد وتواجده في قرية يسكن فيها الطائفة؟ نحن كان during the يعني من during the construction of the mosque we asked different scholars on the verses that need to be written in the mosque, and we asked Dr. Radwan Sayed, I don't know if you know him, he's a kind of a very important scholar in Lebanon, and he was the one to suggest both the verse on the inside, which is هو الأول والآخر والظاهر والباطن, لأنه it's something that goes, it relates to the notion of abstractness in the mosque, in the sense that it could be interpreted in different ways. يعني you have the symbolic, the physical, the different aspects of the mosque that were very interesting to us. And on the outside of the mosque, we wrote وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. So this was kind of a typical also verse that kind of mentions the mosque specifically on the entry to the mosque itself. So these are the aspects of these two verses. في احد الحضور رافع يده, استاذ نصر, اعتقد لديه استفسار, فاذا سمح بفتح المايك. تفضل استاذ نصر. السلام عليكم, كل عام وانتم بخير.
وعليكم السلام. نحن قريبة من المختارة، فأنا سبق وشفت المسجد يعني، بس نحن بنعرف إنه المختارة غنية كتير بالمياه، وسبق نقطة تكلم عنها المهندس زياد. شو الحلول اللي استخدمت بالمسجد اللي عرض بالنسبة للمياه وإعادة استخدامها؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، شو الحلول اللي كانت بالنسبة للمواقف؟ يعني هاي المشاكل اللي نحن منواجهها كمهندسين بالنسبة للمواقف، حمامات، المواضع، شو الحلول اللي استخدمت ضمن المسجد اللي عرض يعني؟ شكرا. هي مثل ما قال زياد، يعني احنا we diverted من نهر الباروك. نهر الباروك اللي هو على قمة الجبل فوق المختارة، بينزل المي، تنزل المي من نهر الباروك through the من خلال قصر المختارة. And this was very interesting in the sense that the mosque itself becomes kind of a continuation within this line of water. So it's kind of a diversion, and then it goes back to the channels that feed the agricultural lands of Mukhtara. And as you know, in the Mukhtara Palace, water was used for grinding the wheat, for cooling the palace. So it had a lot of performative aspects to it. And in our case, it was used for the wudu. So this was kind of a one function added to the series of functions of how the water can be used. So the mosque becomes a point in this network and kind of is kind of plugged into the general ecological aspects of the area. In terms of parking, we lost parking nahna, in the sense that it was previously in front of the mosque, there was a huge parking area. And as you know, this is a political palace. At the end of the day, every week there's a majlis that people come and kind of meet with Wali Jumblat over there. So it was for us kind of a way to kind of remove the car and to create another area down the road that could serve as the parking area along these weekends of political gatherings. But we didn't want the car to be part of the direct vicinity of the mosque. And the mosque, really, go ahead, sorry. Go ahead, Jad. No, I just want to add that the mosque acts as almost like a pit stop for people driving up the mountain to the Shuv or to the to the Shuv Reserve. So it doesn't have this big mass of people that comes and kind of block the area. It's really almost like a pit stop. It almost acts like a chapel. But maybe that's why the parking wasn't that critical in terms of having, and it's a small building at the end. Sometimes buses stop just to fill their water, and then they use the mosque if they need to, etc. The other question I think you had regarding the bathroom and the services. One of the ideas that we were trying to do is not to build a full a new complete building, but actually to really understand the area. That, like Makrama said, there is water available, so we kind of drove it by gravitationally into the mosque. We didn't have to have a new piping coming in. There's also a bathroom that exists in the existing structure that could be used. So that's now used, and there's this another service across the street. So the idea is that the building is part of a network of services. Decentralized. Decentralized. It's not a new building that's trying to compete or to duplicate unnecessarily program that's already there. يعطيكم العافية على السؤال وعلى الإجابة. نحن لدينا أحد الضيوف الموجودين معنا، المهندس حمد الشقاوي، أحد المعماريين المعروفين ورئيس مكتب أفنية المعماري. ودنا لو المهندس حمد الشقاوي يعطينا مداخلة وتجربته، خصوصا تجربتهم في تصميم مجموعة من المساجد في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سعيد ومستمتع الحديث والمشاريع والمساجد اللي تكلمتوا فيها، لكني حقيقة لست حاضر الذهن يعني أشارك بشيء، لكن تجربتنا يعني أنا يقولون لا يفتم مالك في المدينة، وجود الدكتور مشاري النعيم وهو شريكي وصديقي وأخوي في مكتب أفنية. حقيقة أنا أعتذر عن التعليق يعني، لأن زي ما قلت لا يفتم ومالك في المدينة، فوجود الدكتور يعني إذا حضر الماء بطل العفور. فالدكتور مشاري هو صاحب الأفكار، هو الثينك تانك، بس أنا يعني شق إداري بحت، ولكن لا يمنع أن احنا يعني على قولتهم ندلي بدلنا ونحط على قولتهم
فاعذروني عن التعليق، لأن إذا كان الدكتور مشاري أنا أعجز عن التعليق وأعجز عن الكلام يعني. تحياتي. شكرا لك. الحقيقة أنا كان ودي الحقيقة المهندس حمد يعني يتكلم عن بعض الأفكار اللي يعني تظل العمارة المسجدية الجميل اللي يعني ذكر اليوم من المهندس مكرم المهندس زياد، إنه المسجد جزء من منظومة يعني وليس جزء منفصل عن المنظومة، سواء المنظومة العمرانية والمنظومة الإيكولوجية بشكل كامل، و أكيد أنه جزء برضو من المنظومة التقنية كذلك. فهذا التصور وجهة نظري أعتقد أنه تصور يفترض أن حنا نعطيه أهمية كبيرة. أنا الحقيقة ما اليوم خلينا أقول لي أنا شبه متفاجئ من هذا التفكير، يعني لم أسمع منكم قبل كذا يا مهندس مكرم مهندس زياد هذا التوجه أنه المسجد هو فعلا جزء من المنظومة، والله النهر يعني في الجبل هو جزء، حركة المياه المسجد يعني جزء من هذه الحركة، جزء من الحضارية، جزء من منظومة متكاملة. فاعتقادي أنه هذا التفكير هو يعني يمكن ما نريد أن 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 يعني ندفع به إلى الواجهة، ويعني نرى المساجد المستقبل تمثل جزء من المنظومة الشاملة في الحضرية، سواء على المستوى الطبيعي أو المستوى التقني أو المستوى الحضري، وحتى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. يعني أعتقد أنه التفكير في المنظومة الشاملة اللي يفترض أن يمثلها المسجد أعتقد أنها مهمة جدا. فيعني يا ريت نعلق على هذا الجانب ونعطيه شوية يعني التوضيح، أعتقد أنها مهمة جدا. I think this is very true دكتور مشاري، كمان من ناحية أنه يعني تصورنا كمان يعني ما فيها الفصل، بغير الدينات يمكن في فصل بين الدين والحياة المجتمعية أو everyday life of the people. بالديانة الإسلامية بنعتقد في أكثر يعني انصهار بين الدين وبين الـ everyday practice of it during everyday life. من هالناحية الجامع ما في يكون منفصل عن البيئة المحيطة لإله، منه هالobject ritualistic أو dogmatic أو المنفصل اللي بنطلع فيه بس من ناحية معمارية. ما فينا نطلع على المسجد أو الجامع بس من منطلق معماري. I think we should always look at it from these different angles: the ecological, the economical, the social, and the political. من هالناحية العمارة بتكون يعني مثل continuation أو مكاملة، بتكمل الحياة الدينية والاجتماعية للindividual. يعني مكرم عم بيحكي عن الدين والدنيا. I think يمكن حنقول بس للإنجليزي كمان للأودينس تبعنا، أنا هعيد شوي بالأفكار اللي قالها مكرم. هي the idea that the separation between the religious and the secular is a Western notion. Is this division? It's an artificial division between religion and religious practices and civil life. بالتاريخ in the history of Islamic practices, there is less of this division, and the mosque represent exactly that transition and the gray zone between the profane and the religious. I think مثلا the role of the Sahan historically had very well played that transition space where you can have social activities happening in the Sahan. Even inside the mosque, you can have social secular practices like people sitting and socializing without necessarily praying. And you can also pray in the Sahan. And you can also pray outside the Sahan, right? So any place on earth is a praying spot in Islam. So this idea, this blurred idea between the religious and the secular is very important, I think, in understanding the mosque. And it differentiated from the church, and it differentiated from other religions, perhaps a little bit more acutely. The other, I think, important point, you talked about the cohesion, Dr. Mashari, between the building and its environment. I think the most important aspect of a mosque is البنية التحتية الاجتماعية, is the social infrastructure it has. Because when we think about the future, about green architecture and sustainability,
we think about them from technological point of view, from systems, how do you circulate water, how do you recycle water, how do you preserve energy, etc. But we don't think about the human factor that need to take care of this building so that it maintains it into the future. And I think the mosque inherently has a social infrastructure that supports it. These people, they were always going to be there as a community of believers. They will need that space and they will take care of it. If that building becomes more intelligent and more integrated, we have the people to kind of take care of that architecture in the city. ممكن ممكن جميلة. قبل ما نتيح الفرصة للسؤال الأخير بس عندي تعليق بسيط. يعني أنا لاحظت مثلا مساجد في شرق آسيا، في بنغلاديش، في إندونيسيا، في ماليزيا، وفي كثير من الدول ربط وحتى في أوزبكستان وسط آسيا بشكل عام. ويعني لاحظ أنه هناك ارتباط وثيق بين المسجد وبين عنصر الماء. يعني دائما المساجد تبنى قريبة من منابع المياه، ودائما يعني توضع يعني برك المياه مفتوحة أمام المساجد في إشارة رمزية إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. فالجانب الرمزي الجانب الطبيعي، والناس تتوضأ الحقيقة من هذه البرك وفي مشهد مفتوح. فيعني المسجد من وجهة نظري هو يعني عنصر ثقافي أو عابر للثقافات، لكن في نفس الوقت يحمل في داخله جوانب رمزية كبيرة جدا. وبالتأكيد يعني اليوم يعني يمكن أضفنا من خلال كلامكم يعني نقاط مضيئة جدا للناس المهتمين حتى يفكروا فيها في المستقبل. هناك سؤال أخير قبل ما ننهي لقاء الليلة بإذن الله تعالى، فنتيح للسائل أنه يسأل. تسمح لي مشاري أنا أسأل؟ أنا أبغى أسأل ما في علي. أنا حقيقة أبغى أسأل يعني المهندسين الكرام المعماريين اللي تكلموا. أنا أجد أن المسجد يعني من نش أول مسجد اللي هو حائط المسجد اللي يعني أرساه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان حائط طبعا باتجاه يعني باتجاه القبلة. المهم هو حائط كان، بعدين تطور المسجد لأنه أصبح اليوم فيه رمزية حقيقة تكاد تكون يعني عائق لتصميم المسجد. اليوم أصبحت القبة والمنارة يعني اليوم من يشذ عنها يصبح يعني ما هو مسجد في الأخير. المسجد مبنى، ما في أحد تجرأ الجرأة منقطعة النظير أنه فعلا يعني فيه أسس تجاه القبلة، قاعة الصلاة هي الأساس في المسجد هي الاتجاه، لكن شكل المبنى والرمزية اللي توارثناها لم أجد هالجرأة. يعني وانت تعرف الدكتور احنا يعني كيف نواجه من سواء المتبرعين او الجهات اللي يعني خلينا نقول الكلاينت، عندما تحاول ان تشذ يعني اقل ما فيها يقول لك شكرا لا احتاج التصميم. متى نجد فعلا ثوره على تطوير او تطويع او تغيير الرمزيه اللي احنا قد اصبحت يعني رمز من ديننا، وهي يعني أصبحت القبة مجرد أنك تشوف قبة هذا مسجد. فما أدري يعني إذا ممكن يفيدنا من خلال التجارب يعني معماري زياد أو مكرم في الموضوع هذا. I'll let زياد answer كمان، بس أنه بدي I can answer أنه ما في طريقة واحدة. يعني في تراكم تجارب I think تخلي هالوعي العام يقدر يطلع من الصورة النمطية اللي عم نورتها لكيف شكل الجامع. This is why we don't limit ourselves نحنا كpractice بالتصميم المساجد بس، لا عم نعمل كتب عن تاريخ المساجد، عم نعمل استوديوز بالجامعات عن كيفية تصميم المساجد، عم نعمل محاضرات مثل هيدي، عم وشغل الفوزان أورد كمان is along يعني هالتجربة التراكمية اللي عم بتغير هالصورة الموروثة عن الجامعة. So it's a cumulative
work that needs to be done by different people, I think, along the way. I think the other answer complementary to this is what we were talking about earlier, which is relearning the history. I think you're very much right. The dome is becoming the symbol of a mosque. And if you don't have a dome, it's not considered a mosque. Of course, the early mosque did not have domes. And even if it had a dome, it was a small dome above the mihrab or at the entry. The dome became omnipresent with the Ottoman architecture. And according to many historians, it's a derivative of Byzantine architecture. Yani, talking earlier about Hagia Sophia and its influence on that typology. And every mosque has been influenced by its surrounding geography and culture. There is no one authentic mosque. I think that word has been used. It's always a hybrid dialogical relationship between different cultures fused together to create a symbol for its time. I think if we understand the mosque as always this dynamic relationship between cultures, and if we understand it through that longer history, not one line history that is has this very rigid structure, then we can maybe start to undo the dome from the imaginary of what a mosque is or should look like. But it's only going to happen with on multi levels. I think now go back to Makram's answer. It cannot happen just by us saying it or doing one building that doesn't have a dome or another building. It has to happen in education. It has to happen in this public forum through dialogue. It has to happen through experiences. People know more about their environment and their architecture than architects do in general. And they know that the mosque maybe didn't have a dome. People who live in Tunisia, they know a longer history of mosque in the Medina that is very different than people in Istanbul. So there is knowledge there that exists that we should build on and bring to the surface, because again, the history of the mosque has been written by others and we've been repeating it since then, including thinking that the dome is the mosque. احنا الحقيقه نعطي فرصه للسؤال الاخير اذا ما زال موجود يا عبد الرحمن. ما زال موجود. السؤال من الأستاذ سعيد بالحداد كان يقول فيما يخص الروحانية، المسجد مهما تعددت التجارب دائما ما تكون المساجد التاريخية العتيقة أكثر روحانية رغم تكرار العناصر فيها وتقارب عمارتها وبنائها، إلا أن الموضوع يكون أكثر حميمية واستشعار للمكان في هذه المساجد أكثر من الحديثة. من وجهة نظركم مهندس مكرم ومهندس زياد، تكرار هذه التجارب التاريخية هل قد تكون ناجحة أو لا؟ بعتقد حكينا عنا مع دكتور مشاري فكرة الاستنساخ، يعني حتى لو عملت ريبليكا أو يعني كوبي بيست للمسجد التاريخي، it will lose the spirituality that you feel when you go to the old mosque. لأنه you're not being true to the times that you are living in. يعني العمارة بالقرن الواحد وعشرين cannot be the same مثل عمارة ال 18th century. So في يعني برجع لكلمة الأثيكس، في شو كلمة الأثيكس بالعربي، يعني كلمة أخلاقية العمارة. هيدي شغلة كثير مهمة بالهندسة المعمارية، وهيدي كمان برجع للي كان عم بيقوله المهندس حمد، انه بيجي المشكله بالامرار مش بالاركيتكت بير سي، بيجي الزبون اللي عندك بيقول لك يعني بيعطيك بريف لا اخلاقي انه عمر لي جامع مثل مكان من قبل. And this is I think يعني it's something part of it is educating the client انه لا يعني ما ضروري اذا عمرناه بطريقه اللي كان تتعمر من قبل واللي هي حلوه وغنيه، ما راح يعطينا نفس الإفكت أو نفس المشاعر أو الوجدانية اللي منحس فيها وقت نروح على المساجد القديمة. هو كمان يفكر تاريخياً، يعني وقت تعمر مسجد ابن تنون مثلاً كانوا هني عم يفكروا أن احنا عم ننقل شيء من الماضي أو هو كيف نعمله مسجد قديم، ولا كانوا عم يعملوا مسجد جديد برأيهم. هلأ نحن نعتبره قديم أكيد مع مرور الوقت، بس هن كانوا بنفس بهذه الفترة عم يعملوا شيء جديد، ما كانوا عم يعيدوا أشياء قديمة، كانوا عم يتعلموا من القديم، بس كانوا they were adapting it لكايرو. هذا التايبولوجي في الزيادة إلى آخره اللي هو مسجد ابن تنون comparing للمساجد اللي هي بالعراق بالوقت. So يعني بدنا نفكر بنفس spirit، بنفس هذه الروحانية، إنه نحن
من هذا العصر ونعمل شيء true to this يعني ethic مثل ما كرم قال لهذا العصر، وهذا بالمستقبل بيكون عنده هالوجدانية اللي يمكن نحن هلأ نتمنى. طبعا أنا أريد أن أختم هذا اللقاء، وإن كنت أريد الحقيقة أن نحن نستمر في الحوار، لكن الأخ السائل حول الروحانية، لا يوجد هناك دراسات حقيقة تثبت أن الروحانية في المساجد التاريخية أو ذات الطابع التاريخي أكثر من المساجد المعاصرة. هذا مجرد إحساس عاطفي من وجهة نظري، ورأي عاطفي أكثر بكثير من رأي يعني علمي عقلاني. لم يقم أحد بدراسة. إذا كان هناك ارتباط بالمسجد التاريخي فهو ارتباط بالذاكرة وارتباط بالتاريخ أكثر بكثير من التعبير عن الروحانية فعلا. وبالتالي أنا في اعتقادي أنه يعني دون شك أن أنا أكون في مسجد تاريخي هو شيء يعني مهم لأنه تاريخي، لكن في واقع الأمر أي مسجد ريبليكا لمسجد تاريخي أنا لا أشعر حقيقة بالانتماء لهذا المكان أبدا، ولا أشعر أنه يعبر عن التاريخ الحقيقي للعمارة. هو تكرار، هو تجميد للتاريخ وللزمن. ويعني أعتقد أنه هذا الشيء يفترض أن يعني نواجهه بوضوح. إهانة يعني إهانة للتاريخ. نعم العمارة يفترض أنها تعبر عن روح العصر، لكن هناك يعني تعبير ذكي وهناك تعبير غير ذكي. لا نقول أنه غبي لكنه غير ذكي. نعم فظ فولجر. التعبير الذكي دائما يلقي صدى ويمثل النموذج ويدفع العمارة للأمام. أنا في اعتقادي أنه العمل اللي يعني تم في مسجد شكيب أرسلان هو عمل ذكي من وجهة نظري. لا يوجد هناك عمل كامل، لكن حقيقة يعني يثير كثير من الأسئلة، يفتح كثير من الآفاق والأفكار. وبحديث المهندس زياد والمهندس مكرم هذا المساء يعني تعرفنا على جوانب غير منظورة في هذا العمل المهم. أتمنى حقيقة أنه يعني يستمر هذا النوع من التفكير والذي يفتح آفاق مهمة جدا لعمارة المسجد والعمارة المسجدية بشكل عام في المستقبل، والعمارة بشكل عام، لأن المسجد هو جزء من العمارة. لا نريد أن نفصل العمارة المسجدية عن العمارة، ويعني مسار العمارة بشكل عام. المسجد مبنى، جزء من البنية الحضرية، جزء من البنية الاجتماعية، جزء من البنية الثقافية، جزء من البنية البصرية، وجزء حتى ما زلت أقول أنه جزء من البنية التقنية والاقتصادية. وبالتالي يعني هذا النوع من التفكير مطلوب حقيقة في العمارة بشكل عام وفي عمارة المسجد على وجه الخصوص. أشكركم حقيقة، وأشكر المهندس مكرم والمهندس زياد والحضور الكريم، وأتمنى إن شاء الله تعالى نلتقي في حضوريا إن شاء الله في ندوة موسعة حول قضايا المسجد والعمارة بشكل عام. شكرا دكتور مشاري. شكرا دكتور مشاري، شكرا للجميع. تحياتي لكم جميعا. شكرا باي باي، الله معكم.